انتي غدري انتي خطر انتي خطر خليتيني محتار وقلبي في نار من ويتك انتي غدري. احنا نصعد من مدينة سلا وتعرفون مدينة سلا على جذور التاريخ القراصنة اللي كانوا كيمروا منها اخر راس اجيال اللي هما بتو يعني وفروا الجسم الاعلامي ثم الحقل الفني مع الفنان صاعد من هذه المدينه العتيقه. تفضل عبدو السلاوي ابغي تخبرنا على المسار الفني والاذاعي الجديد اللي كبرت مسار. السلام عليكم، شكرا بزاف على جريده اصوات على الاستضافه وعلى اهتمامهم بالجيل الصاعد وكنحيي الطاقم كله على المجهودات اللي كيدير باش يوصل الجمهور الكريم شباب اللي طالعين. هو الصراحه هاد التواصل الاعلامي هو طريق الوحيده باش يتعرف الجمهور على الفنانين وعلى باش يطمنهم عليهم بلهم حاضرين وباقين موجودين. هو الصراحه احنا افتقدنا هذاك الزمن الجميل والاغاني الطربيه والاغاني اللي فيها احساس وروح، يعني كنشوف اننا افتقدناها. الشباب شو كيعجبو هاد الاغنيه الخفيفه اللي فيها، يعني كنتمنى ان الاصوات ديالنا المغربيه تنتج اعمال اللي يبقاو في التاريخ بحال الفنانة القديرة ديالنا نعيمة سميح، لطيفة رأفات، حياة الإدريسي، وكاينين كثير ديال الفنانين اللي هما خلاو أغاني اللي باقي لحد الآن كيتغناو وكنسمعوهم كنتبورشو باقي كنسمعوهم كنطربو بهم كنسلطنو. أما هاد الأغاني اللي هي غير دايزة عندها واحد المدة ديالها وكاينين بزاف ديال الناس كل واحد والأذن ديالو، يعني كل واحد وشنو كيبغي يسمع. يعني هو 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 الفن هو رسالة، يعني نقدروا نوصلوا شي رسالة للشباب عبر هذوك الأغاني اللي هما خفيفة. وبالنسبة اللي كيبغي ينظف أذنيه ويبغي يسمع فريمون شي أغاني اللي هي طربية راه كيرجع للزمن الجميل. يعني بالنسبة لدابا نتايا واش شاركتي شي مباريات أو مهرجانات أو سباقات في هذا الإطار ديال الطرب؟ كان سبق لي شاركت في عدة مهرجانات أنشطة، وكي كتعرف حنا الجالية المقيمة بالديار الأوروبية يعني كتكون شوية مبعدة على الأضواء وعلى الشهرة، ويعني حنا مغربين يعني ما يمكنناش نعبروا على شحال من حاجة. مي الحمد لله ملي كنجيو لهنا كنلقاو بحال هاد الاستضافات وهاد الناس اللي كيديروا مجهود باش يعني كيتواصلوا معنا ويقربونا للجمهور، هذا شرف كبير. اجي تشوف بلادي ارض الخير هادي قولها وسمعاني والمغرب بلادي. كنرجعوا للتراث ديالنا كنتفكروا بلادنا، يعني كاين واحد الاحساس غريب يعني الواحد ملي كيسمع النشيد الوطني. ان شاء الله كاينين عروض كاينين، انا باقي كندرس مع استاذ محمد طه، هذا مصري، غادي ان شاء الله غنتعامل انا وياه في اغنيه مصريه تكون طربيه، وبالتشجيع ديال الجمهور هو اللي غادي يخلينا ان شاء الله نطوروا من راسنا من الاحسن للاحسن. وباقي كنتعلم وباقي نتعلم، ويعني باقي نستافد، وكنتمنى يوصل صوتي للجمهور العربي. في يوم وليلة في يوم وليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة تيراري راري رارارا را عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما يا ما شاغنطيفه طحت من عيني اللي بينك وبيني نسيته هداش حلو بيت بعدك.
بالنسبة لسعد المجرد هو صوت جميل افتقدوا كاع الشعب العربي كله، لان ما سهلاش انك فنان يحقق دوك النجاحات كامله، يعني النجاحات اللي حقق سعد المجرد ماشي سهله باش اي فنان يقدر يوصل ليها. بالنسبه للتهمه اللي هي موجهه ليه، ما كتبقى حاير، يعني ما كتعرفش واش هي، واش تهمه حقيقيه ولا مجرد فخ، يعني كتبقى ما بين قوسين. يعني من المستحيل كفنان بداك الاجتهاد ديالو وداك المجهود اللي هو دايرو باش وصل داك الهدف اللي هو فيه دابا يمشي هكاك هباء من ثورة، يعني ما سهلاش بزاف. ما شاء الله سعد المجرد النجاحات ديالو اللي محقق يعني خياليه. كنتمناو من سعد المجرد الله يطلق سراحو ويرجع للجمهور ديالو والمحبين ديالو. فريمون راه حنا ما بغيناش نفتقدوا داك الانسان، حيت مازال يعطي ويعطي ويعطي. اجي تشوف الاسود، اجي تشوف روسيا، اجي تشوف المغاربه شو عاملين في روسيا. هو كان سبق لي طرحت عده اغاني. اول اغنيه عبرت بها على حبي لبلادي هي انا بعنوان انا مغربي، من كلمات فؤاد سلطان، الحان وتوزيع يونس العالي، ماستورين رازق. ثاني عمل كان عندي بعنوان تحتي من عيني. ثالث عمل هو اغنيه حنايا الاسود، هديتها للمنتخب الوطني. ورابع عمل عاد طرحته هذا الاسبوع اغنيه بعنوان منويتك، من كلمات فتيحه بن بشير، الحان ابتسام الهضري، توزيع يونس العالي، ماستورين ليبي. تم تصويرها على طريقه الفيديو كليب في مدينه الدار البيضاء، ومن خلالها كنتمنى نوصل للجمهور المغربي ويتعرف على عبدو السلاوي ويدخلوا عندي الانستغرام، فيسبوك، اليوتيوب، يشوفوا الاعمال ديالي. عبدو السلاوي كاين في مواقع السوشيال ميديا، وكنتمنى ندخلوا القلوب المغاربه ويشجعونا، حيت بالتشجيعات ديالهم ان شاء الله غنديروا شي حاجه زوينه. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.